معاكم إن شاء الله النهاردة محمد ممدوح. النهاردة هنتكلم عن تدريب الكلاب، إزاي أدرب كلبي وإزاي أعمل اللي هو يعني أخلي الكلب بتاعي يعمل حمام في منطقة أنا عايزها، إزاي أعلم كلبي على سيت وداون وستي، إزاي اعمل اي حاجه. برضو يا جماعه لو اي حد حابب يسالني اي سؤال يا ريت يكتبه لي في كومنت. اول حاجه هنتكلم عن الفيديو، هدرب كلب ازاي. اول حاجه لازم تبقى حاططها في دماغك ان الكلب بياخد اللي هو الفرحه بتاعه او المكافاه بتاعته او التريت بتاعته عن طريق ثلاث حاجات: الاكل، ان انت تاكله، ان انت تلعب معاه، ان انت تديله مكافأة معنوية اللي هو جدع تطبطب عليه تديله تريت. طب انا جبت الكلب دلوقتي حابب اديله امر داون، هبتدي ان الكلب اجيبه قدامي او وابتدي ان انا اقول له ايه هو يعني، هو مثلا مش عارف يعني ايه كلمة ست يعني اقعد. طب انا عارف، هو مش عارف. هبتدي ان انا بالراحة كده بعد ما الكلب طلع كل الهيبرة اللي فيه، هبتدي ان انا بالراحة اضغط على ظهر الكلب بالراحة واقول ست، بس مش ست مرة واحدة، اقول ست لحد ما الكلب يقعد. واول لما الكلب يقعد ابتدي اقول له ايه جود بوي، اطبطب عليه وابتدي ان انا بديله اي حاجه بقى، حته لحمه حته فراخ، واقوم اكلها له او وما اديلوش التريت ولا طبطب عليه غير وهو عامل الحاجه صح. الحاجه صح ازاي؟ انا جايب وضع ست اهو والكلب قاعد، واقوم طبطب عليه وقايله جود بوي وبتدي ان انا اديله التريت. طب الكلب قام، لا ما ادلوش التريت، ابتدي ان انا اعيد الاوردر معاه من الاول تاني لحد ما مرة واثنين وثلاثة يعرف يربط. الكلب بيربط بين كلمة بالكلمة اللي بتطلع من بقك ورد فعلك والحاجة اللي هو بيعملها في نفس الوقت والحاجة اللي بياخد عليها مكافأة والحاجة اللي بيتعاقب عليها. انا مثلا سي هقول ست، الكلب قعد، ببتدي ان انا اطبطب عليه واديله تريت واقول له جود بوي. طب الكلب ما قعدش، بس بعد ما عرف كلمه ست هنا ببتدي ان انا اغير نبره صوتي اقول له نو، وابتدي ان انا ازعق له. ولو في يا جماعه برضو الخناق محدش يستخدمه بغباء مع الكلب، ابتدي ان انا برفع عليه الخناق بالراحه عشان يعرف ان هو ده نوع من انواع العقاب وان هو عمل حاجة غلط. هبتدي اعيد مع الاوردر ست، ابتدي ان الكلب يقعد واديله تريت جود بوي كده، الكلب ان هو فهم يعني ايه كلمة ست. طب هنيجي مثلا كلمة داون، ببتدي بسحب من بجيب التريت في ايدي واحركها بالراحة كده، هتلاقي الكلب بيفرد ايده اللي قدام معاك ويقول نقول داون. هو اول لما يبتدي يعمل كده الكلب ان انا اقول له جود بوي وادي له برضو التريت. وكل امر بقى انت حابب تدربه عليه بتبقى بالطريقة دي.